بارون. نعم، أمن بارون حلب. مين معي؟ ولك مين معي؟ مين معك هلا؟ ما بعرف، بس خلال ساعات رح تصير الدنيا كلها ضدك. عم تتمسخر؟ ولك حيوان؟ ولك نحن الدولة؟ ولك أعطيني اسمك فورا. تقدر تسميني البروفيسور، بروفيسور عدنان. شوف عدنان ولا حيوان، إذا بترجع بتتصل. بروفيسور عدنان، بعد إذنك تلتزم بالاسم منيح. النقطة الأولى بالعملية هي السرية، ما لازم حدا يعرف أسماءنا الحقيقية أبداً، لهيك رح نختار أسماء تانية. أنت رح يكون اسمك حلب، وسوسن حبيبتي أنت رح يكون اسمك حمص. حمص؟ ليش حمص؟ أنا بدي يكون اسمي طوكيو. وأنا بدي يكون اسمي برلين. طوكيو برلين؟ خلص يا جماعة، كتبت الأسماء على اللوح بلا ما نضيع وقت. بعد بدي خلص بطلت أسرق معكم. هي عنا كتب على الدسوان، حتى بالعمليات المهمة بدك تنكدي. وهي عدلت لك الاسم، تمام سوسن خانم؟ طوكيو خانم. وأنا برلين خانم. أنت خراس. المهم أنا رح يكون اسمي البروفيسور عدنان. بروفيسور عدنان؟ وين السرية بروفيسور عدنان؟ واضح اسمك عدنان، لازم يكون بروفيسور حاف. ايه والله صح، انا اسمي رح يكون البروفيسور حاف. بروفيسور عدنان؟ عدنان شو؟ بروفيسور حاف مو عدنان، انا قلت عدنان؟ ايش بتتخيل كل شغلة انت يا زلمة؟ عدنان ولك؟ لك متصل الطق حنك معنا ولا حيوان؟ متصل. عندي سؤال سيدي، انت هلأ ايش لابس سيدي؟ ايش لابس؟ خليني أنا أحزر، أظن لابس قميص دوبه واسعان كرشك، وتحته بنطلون زيتي وجعبة وبوط عسكري طويل وطي اللي بده يدوس على راسك. عم تتمسخر على لبس أسيادك يا واطي؟ مو مسخرة، بس فضول جد، أنتوا بتشلعوا البوط بس تناموا بالليل؟ وأساساً أمثالكن بيقدر ينام بالليل؟ شوفوا لا واطي، هي كم ساعة وبجيب موقف اتصالك وجاي قال عن أبوك على. ما في داعي تتبع المكالمة سيدي، ما في داعي، أنا رح قلك وين رح ننفذ العملية وأي ساعة كمان. عملية؟ عملية شو؟ عملية السرقة سيدي، عند الساعة 5 اليوم بدنا نسرق مصرف سوريا المركزي. مصرف سوريا المركزي؟ بروفيسور حجي أنت جنيت؟ لك أنت بتعرف قديش في حراسة عند هذا المبنى؟ أنا اللي بعرف، في حاجز مسلح هون، وفي اثنين هون عند البوابة الحديدية، وفي هون مركز شرطة هون. إيه؟ وشلون بدنا نفوت على البنك مع كل هالحراسة؟ ومين قال بدنا نسرق البنك المركزي؟ البنك المركزي مفلس وأساساً ما فيه ولا فرنك صار له 20 سنة. ما فهمت لك، نحن إيش بدنا نسرق؟ تذكروا النقطة الثانية من الخطة، التمويه والخداع، بس نقنع الدولة إنه رح نضرب البنك وهنن يجمعوا كل حراستهم على البواب، بنعمل ضربتنا الحقيقية هون. عدنان بروفيسور، هذا مو فرن الخبز تبع شارع بارون؟ تماماً. انت صرت تقرب على البنك المركزي، حولت العناصر كلهم لهنيك. والله لا يمسكوك ولا اغسل فيك الشوارع، سامعني عدنان؟ على سيرة التغسيل، انت بس تفوت تتغسل تشلعوا شي للبوط ولا بتتغسل فيه؟ واساسا امثالك بيقدروا ينظفوا يعني اذا تغسلوا؟ شوفوا لك هاي مفتل كل حلب، وجيب شوفي عالم اسمع عدنان لعنا على الفرع، وانزل فيهم ضرب وتعذيب حتى لو اضطريت اقتل نص البلد. تعملها سيدي، ما عندي شك بتقتل نص البلد، وأساساً النص الأول كمان ميت من الجوع ومو ملاقي الخبزة ياكلها. بس اليوم رح يتغير كل شي. شو رح يصير اليوم يعني؟ اليوم رح نلاقي الخبزة ناكلها. يعني بدك نسرق خبز؟ كل هالتخطيط والأقنعة مشان نسرق كم مرغيف؟ شو بدكن نسرق يعني انت وياها؟ الذهب والألماس اللي معبي البلد؟ الحرامية الكبار سرقوا كل شي والبلد فاضي يا جماعة، وحالياً ما بقيان غير كم مرغيف خبز عم يزلونا فيهم كل يوم. طيب كيف بدنا نسرق الفرن حجي بروفيسور؟ شايفين هذا الخط الطويل؟ ايه هذا خط الاستواء مو؟ لا جحش، هذا طابور العالم على دور الخبز، هو تقريبا بطول خط الاستواء. نحن رح نندمج بهالطابور ونستغل خوف العالم، العالم رح تعمل بلبلة وتساعدنا نسرق الفرن. خوف العالم؟ خوف العالم من شو؟ برلين رح يوقف بنص الطابور هو ولابس قناعه طبعا، ورح يصيح كلمة حرية. حرية؟ حرية، أكتر كلمة بتخوف بها البلد. خلال ثواني الطابور كله رح يكون عم يركض، والعالم هرباني مثل المجانين، خايفين يفكروهن جزء من مظاهرة إرهابية. وبس يهربوا العالم طوكيو بدها تنط على الفرن وبتاخد شوفي بقيان خبز جوا. بروفيسور عدنان حجي، والأمن والشبيحة بيقتلونا بدقيقة. الأمن والشبيحة رح يكونوا كلهم بالبنك المركزي،
بعد ما اتصل انا وقال لهم انه جايين نسرقهم. شو انك داهية يا بروفيسور؟ والله حاسبها منيح حجي، عملية متكاملة من كافة النواحي يعني. العملية بدها تعاون كل واحد فينا. تذكروا تدريباتكم القاسية منيح، وان شاء الله اليوم بالليل رح نتعشى خبز. تدريباتنا القاسية؟ بروفيسور ما تدربنا نحن، هي أول مرة عم نقعد مشان نحكي بالخطة. نحن ما تدربنا؟ أخي أنت قديش عبرك؟ أنا عمري 40 سنة. 40 سنة؟ صار لك عايش بالبلد 40 سنة، يعني صار لك 40 سنة عم تتدرب خاي. في بالدنيا كلها تدريب أقصى من حياة يوم واحد من أيامنا بهالبلد؟ لك كل واحد فينا بني آدم جبار لك خاي، جبار. لما وعينا فوق ناسياته كل شي ممنوع بالبط مقموع شاطوز النار نار عالقهر ربينا كبرنا وبقينا كل سوري بني آدم جبار. ممنوع بالبط مقموع شاطوز النار نار نار على القهر ربينا كبرنا وبقينا كل سوري بني آدم جبار. من جوع ما بناكل نعطش ما بنشرب أسعار بتطلع ليرة بتنزل عيشة نار 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 عم نقبض راتب ما بيكفي جمعة وصدرتي تقول كلمة دولار. شتويتك بردي بلدنا يا بردي ما في مظبوط والثلج معبي الدنيا دار 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 على ضو الشمعة نستقبل جمعة والكل متحوش تحت الحرام. خضرة وفواكه تينا أشكالها اللونة أصفر كانت موزة ولا خيار يار يار نحلم باللحمة طوابيرنا زحمة والربطة بصغر كل النهار. ما في حدا بالبنك المركزي بس شكله في مظاهرة عند الفرن تبع بارون. في واحد ضاع حرية والعالم صارت تركض مدري شلون عند الفرن. بدهم يسرقوا الفرن؟ يا إلهي هدول عالم معادئين ولك هدول مدربين منيح عدنان. ولك مين انتو؟ مين دربكن؟ عدنان عدنان شبيح الحارة كفو طيارة يتسلى فيك بدو يربيك تقول إلو دار 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 لو أول صفعة بمتنزل دمعة كل سوري بني آدم جبار. من لما وعينا وفوق نازياته كل شي ممنوع بالبوت مقموع شاطوز النار نار نار على القهر ربينا كبرنا وبقينا كل سوري بني آدم جبار على القهر ربينا كبرنا وبقينا كل سوري بني آدم جبار على ربينا كبرنا وبقينا كل سوري بني آدم جبار عدنان على ربينا عدنان وبقينا عدنان كل سوري بني عدنان عدنان. ولك وين شردت صار لك ساعة صفنان؟ ولا شي حبيبتي عم تابع مسلسل سرقة البنك ولا شي. ايه كنت عم بقول خلينا ننام على بكير اليوم، بكرة عندك وقفة على الفرن من الصبح بكير بركي بيطلع لنا شي رغيف. صلنا شهر بلا خبز حجي. ايه بتعرفي السوري فعلا بني آدم جبار. تصبحي على خير طوكيو. على قهر ربينا كبرنا وبقينا طوكيو. انا طوكيو شكله عم يهلو اسمي جوا حرام. كبرنا وانت بخير بروفيسور عدنان وانت بخير. انا طوكيو ربينا كبرنا وبينا كل سوري بني آدم جبار على ربينا بس ما هالشي فينا كل سوري بني آدم جبار.